أهلا بكم وفيديو جديد على قناة أخبار المشاهير والدراما التركية. مسلسل هذا العالم لا يسعني تم الإعلان رسميا أن الموسم الثاني من المسلسل سوف ينتهي في 11 يونيو المقبل، وستكون الحلقة 71 هي الحلقة الأخيرة للموسم الثاني. مسلسل هذا العالم لا يسعني حتى الآن لم يتم اتخاذ القرار النهائي بشأن المسلسل، هل سيتجدد لموسم ثالث أم سينتهي بنهاية حلقات الموسم الثاني وهي الحلقة 71؟ رغم أن قناة اي تي في وهي القناة العارضة للمسلسل تريد تجديد المسلسل لموسم ثالث، ولكن القرار هنا سيكون بيد أوكتاي كارينجا وهو منتج وبطل المسلسل. على الرغم من أن نسبة مشاهدة الحلقة 64 وهي الحلقة التي تم عرضها مؤخرا قد شهدت انخفاضا كبيرا في نسبة المشاهدة في جميع الفئات، حيث حصلت على المركز السابع بنسبة 3.23. ومع اقتراب نهاية الموسم الثاني من المسلسل سيكون هناك انفصالات كثيرة سيشهدها المسلسل ابتداء من الحلقة 65، حيث سيكون هناك انفصال لأحد الشخصيات وحتى نهاية الموسم عند الحلقة 71. وأول المنفصلين عن المسلسل هذا الموسم الممثلين ليفانت وراغب وبوراك ألتاي. على أن يكون قصد مسلسل هذا العالم لا يسعني في الموسم الثالث كاست جديد بالكامل. قرار مفاجئ من قناة اي تي في يصدم متابعي مسلسل طيور النار، فقد أعلنت قناة اي تي في رسميا إنهاء مسلسل طيور النار عند الحلقة 54، أي بعد 3 حلقات من الآن. فعلى الرغم من أن قناة اي تي في قبل عدة أشهر قد اتخذت قرار بإيقاف وإنهاء مسلسل طيور النار، وحتى أنهم كانوا قد كتبوا سيناريو الحلقة الأخيرة بالفعل، ولكن قناة اي تي في تراجعت بعد ذلك عن هذا القرار، وتم تغيير المخرج وكاتب المسلسل، وتم الإعلان عن تمديد المسلسل حتى نهاية الموسم. فالسبب الحقيقي الذي جعل القناة تتخذ هذا القرار بإنهاء المسلسل قبل أن ينتهي الموسم رسميا هو انخفاض نسبة مشاهدة المسلسل في الحلقات الماضية، فقد حصلت الحلقة 51 وهي الحلقة التي تم عرضها مؤخرا على المركز 19 بنسبة 2.12 وهي نسبة منخفضة. خبر مفرح لمتابعي المسلسل اليومي الناجح زهور الدم، حيث تم الإعلان رسميا عن تجديد المسلسل لموسم ثالث. كما تم الإعلان أن الموسم الثاني من مسلسل زهور الدم سوف ينتهي يوم 5 يوليو القادم، وستكون الحلقة 354 هي الحلقة الأخيرة للموسم الثاني. وحسب التسريبات نهاية الموسم الثاني من مسلسل زهور الدم ستكون كالقنبلة، وستكون هناك عدة انفصالات عن المسلسل. كما تم الإعلان أن أبطال المسلسل يامور يوكسيل وبرج بكتاش وافقوا على تجديد مسلسل زهور الدم لموسم ثالث، ووقعوا على عقد جديد مع الشركة المنتجة للمسلسل.